السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاندم دوت اوتوديسك ده اللي هو التوأم الرقمي، ان انت تعمل موديل للفاسيلتي مانجمنت وتبقى فيه كل المعلومات الخاصة بالاسيتس. تمام، تقدر تيجي هنا على الفاسيلتيز وتبدأ تعرف اي اسيت عايزه، كريت نيو فاسيلتي وتدي له اسم مثلا، وتدي له الصورة بتاعته والبروجكت نيم الفاسيلتي اونر والفاسيلتي ادرس، وتقول له كرييت، بحيث ان كل العناصر اللي عندك تبقى فيها المعلومات لكل عنصر. اي عنصر ده معناه سيلكت يبدا يجيب لك المعلومات الخاصه بيه. ولما تيجي هنا هتلاقي هنا البارامتر سيتس، حاجات خاصه بالكوبي ليفيتور والكوبي فاير، وعندي كوبي اتشفاك اتشيلر وهكذا، بحيث كل المعلومات اللي تقدر تحصل عليها تلاقيها موجودة عندنا هنا. البروبرتيز اي حاجة تعمل عليها سيلكت هيبدأ يجيب لك الخصائص بتاعتها وموجودة في اني ليفل.